ثلة من عشاق الكتب والمطالعة يجتمعون هنا في هذا الملتقى المفتوح للقراءة المجانية بالمكلا للتشجيع على القراءة الورقية تحت شعار القراءة حق للجميع. هذه المبادرة هي نشر ثقافة القراءة الورقية وإعادة الروح القدسية للكتاب وللثقافة بشكل عام. تم ربط القراءة بعدة ثقافات أدبية حتى نعيد مجد القراءة ومجد الثقافة في حضرموت بعد الفترة الظلامية التي عاشتها المكلا. ولأن خير جليس للأنام كتابه، فقد تنوعت العناوين والكتب بمختلف مواضيعها الموجهة لكافة العقول والفئات العمرية في ظل التزحم الكبير لوسائل المعرفة والاتصالات الحديثة. للقراءة الورقية أهمية وقصوى بالغة جدا عن غيرها من وسائل التواصل. أصبح الشباب كثيرا في عزوف عن القراءة بسبب انشغالاتهم وركونهم على وسائل التكنولوجيا أكثر من القراءة الورقية. المبادرة الشبابية التطوعية والمعنية بتدوير المعرفة بين الناس ضمت بين أركانها عددا من المبادرات التحفيزية، ومنها مبادرة ميلاد. أطلقنا مبادرة سميناها تحدث عن كتاب قرأته واحصل على كتاب مجانا. الهدف من هذه المبادرة هي تشجيع ونشر ثقافة القراءة في المجتمع، ثقافة القراءة المثمرة التي تضيف إلى الشخص أفكارا ومعرفة. ولم يقتصر هذا المحفل الثقافي على الكتب والقراءة، بل شمل كذلك أمسيات شعرية وعرض للمهارات الأدبية كحال هذا الشاب المؤلف لبعض الشخصيات الكوميدية الساخرة مجتمعيا. الشخصيتان أبو فري ومعان هما شخصيتان كوميديتان ساخرتان، تطرقت من خلالهما على بعض الوقائع التي تحصل في المجتمع المحيط بنا بنقد أشبه يغلب عليه الفكاهة والسخرية وشيء من الدعابة، تصل إلى جميع أفراد المجتمع بكافة شرائح المتعلم وغير المتعلم، لتتعدد بذلك الجهود الهادفة للدفع بروح العلم والتطور الثقافي. يأمل القائمون على هذه الفعالية الثقافية والأدبية أن تسهم في التشجيع للعودة للكتب وتصفحها في ظل انتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي يرى البعض أنها سلبت من أوقاتنا متعة القراءة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.